تعيين موقع شيء في الفضاء. الدرس واحد أمام وراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع تعيين موقع شيء في الفضاء امام وراء اذن دعونا نبدا ونستكشف معا استكشف اضع علامه اكس في الخانه المناسبه رامي امام الحاسوب الاب وراء النافذه رامي امام الخزانه اتدرب واحد الون الون بالاصفر الدجاجات الموجوده امام مريم الون بالاحمر الدجاجات الموجوده وراء مريم اذن نتحصل على ثلاث دجاجات صفراء ودجاجتان باللون الأحمر اثنان أشطب الخطأ الفراشة وراء رامي إذا نشطب كلمة أمام الكرة أمام رامي إذا نشطب كلمة وراء الشجرة وراء رامي إذا نشطب كلمة أمام أوظف ألون الفأر الذي يجري أمام القط أحيط بدائرة الفأر الذي يجري وراء القط اقيم الون الون بالاصفر السياره الموجوده مباشره امام كل سياره حمراء الون بالاخضر السياره الموجوده مباشره وراء كل سياره حمراء ليبدو ترتيب السيارات كما هو مبين امامكم السيارات الخضراء في الاطراف تليهما السيارتان الحمراء وفي الوسط نجد السيارات ذات اللون الاصفر